أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فلا زال الحديث موصولا بشرح موطأ الإمام مالك للشيخ محمد عبد الباقي الزرقاني، وما زلنا في باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، وفي سرد الأقوال التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في بيان هذه الساعة، وأنه ذكر 42 قولا. وقفنا عند القول الثامن والثلاثين، وأنها بعد العصر مطلقا، يعني إلى آخر اليوم، كما رواه ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا بلفظ وهي بعد العصر. وهذا ما قاله سيدنا عبد الله بن سلام في الحديث الذي معنا. وذكر عبد الرزاق عن ابن عباس مثله، فقيل له: لا صلاة بعد العصر؟ قال: بلى، لكن من كان في مصلاه لم يقم فهو في صلاة. وهذا ما احتج به يعني سيدنا عبد الله بن سلام على أبي هريرة، وقال له يعني المنتظر الصلاة هو في صلاة. قالوا: فالمنتظر من بعد صلاة العصر إلى المغرب هو في صلاة. القول التاسع والثلاثين: من وسط النهار إلى قرب آخر النهار. طبعا وسط النهار يكون إيه؟ من الزوال إلى إيه؟ آخر اليوم، إلى قرب آخر النهار، يعني ده قول برضو يقرب من الذي قبله، يعني مثلا نصف النهار من بعد الزوال إلى إيه؟ إلى الغروب. القول الأربعون: من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب. من اصفرار الشمس، يعني ده ضيق شوية المسألة، لأن اصفرار الشمس بيكون قبل المغرب بساعة إلا ربع، فده يعتبر أضيق الإيه؟ أضيق الأقوال، كما رواه عبد الرزاق عن طاووس قوله، وهو قريب مما بعدهم، اللي هو 41 آخر ساعة بعد العصر. آخر ساعة بعد العصر، يعني قبل المغرب مثلا بساعة، لأن اصفرار الشمس بيبدأ من الآن أهو، ساعة لربع تصفر الشمس إلى آخر الإيه؟ اليوم. وهذا القول رواه أبو داود والحاكم بإسناد حسن عن جابر ابن عبد الله مرفوعا، وهو في الموطأ وغيره عن عبد الله ابن سلام، لآخر ساعة بعد العصر. الثاني والأربعون آخر قول: من حيث يغيب نصف قرص الشمس، أو من حين تدل الشمس إلى الغروب إلى أن يتكامل غروبها، يعني كده حينما تكون الشمس حمراء خلاص كادت إيه؟ تسقط، يبقى باقي على المغرب ربع ساعة، أدي غياب نصف القرص. وهذا رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني في العلل والبيهقي عن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده اختلاف، وفي رواته من لا يعرف من لا يعرف، في رواته من لا يعرف. لكن هي السيدة فاطمة كانت ترسل مولاتها وتقول لها: هل غابت الشمس؟ هل قربت المغيب؟ كانت دائما تترقب يعني قرب المغيب وتدعو عند هذه الساعة. يبقى كل الأقوال معظمها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها مرفوع وبعضها موقوف. بعدين بعد ما ذكر الشيخ الحافظ ابن حجر 42 قول، قال: فهذا جميع ما اتصل إلي من الأقوال مع ذكر أدلتها وبيان حالها في الصحة والضعف والرفع والوقف والإشارة إلى مأخذ بعضها، اللي هي الدليل يعني، وليست كلها متغايرة من كل جهة، بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره. يعني هي معظم الأقوال يعني من بعد منتصف النهار إلى المغيب كل متقارب مع بعض. قليل جدا اللي قال يعني من أول النهار إلى آخره، أو عند كل أذان، أو عند كل إقامة صلاة، قليل من قال هذا. وقال صاحبنا العلامة الحافظ شمس الدين ابن الجزري في كتابه الحسن الحصين، ابن الجزري عنده كتاب اسمه عدة الحسن الحصين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وشارح الشوكاني برضه. قال الحافظ قال: وأذن لي في روايته، في روايته عنه. يعني ابن الجزري من ضمن شيوخ الحافظ ابن حجر العسكلاني، وروى عنه عدة الحسن الحصين اللي محققه الشيخ حسنين مخلوف، قرأه وطبعه، وأذن للحافظ ابن حجر في روايته. قال: ما نصه؟ والذي أعتقده أنها، أي ساعة الإجابة في الجمعة، أنها وقت قراءة الفاتحة في صلاة الجمعة إلى أن يقول الإمام آمين. وقت قراءة الفاتحة في صلاة الجمعة إلى أن يقول الإمام آمين. جمعا بين الأحاديث التي صحت وحكم العلماء بصحتها، كذا قال. قال: ويخدش فيه، لكن نقده تلميذه، لكن نقده، روى عنه. قال: ويخدش فيه في هذا القول يعني، وأنها محصورة في قراءة الفاتحة فقط، أن يفوت على الداعي حينئذ الإنصات لقراءة الإمام. يعني كيف يستمع إلى الفاتحة وممنوع طبعا القراءة وراء الإمام أو الدعاء أثناء الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أناسا يقرؤون أثناء قراءته، قال: ما لي أنازع في القرآن، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني بعد الانتهاء من قراءتها يقرأها المأموم، لكن أثناء قراءة الفاتحة يجب الإيه؟ يجب الإنصات، لأن الآية وردت في القرآن في الصلاة: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى هنا لو أخذنا بقول ابن الجزري، يبقى إذن يشتغل المأموم بالدعاء وراء الإمام ولا ينصت لقراءة الفاتحة، لكن هذا قول له رحمه الله تعالى. ثم قال الحافظ ابن حجر: ولا شك أن أرجح الأقوال
حديث أبي موسى وحديث عبد الله ابن سلام، يعني الحديث اللي هو في صحيح مسلم وفي الموطأ. حديث مسلم من حين يجلس الإمام على المنبر إلى السلام يستجاب الدعاء، يعني أثناء جلوس الإمام وأثناء الخطبة وأثناء الصلاة وأثناء التشهد والسجود، كل ده وقت يستجاب فيه دعاء يوم الجمعة. أو قول يعني حديث ابن عبد الله بن سلام وهي آخر ساعة في الجمعة، يبقى يجتهد عليه آخر ساعة في يوم الجمعة هي من بعد العصر إلى الغروب. هذا أرجح الإيه؟ أرجح الأقوال كما تقدم. قال واختلف في أيهما أرجح كما تقدم. حديث إيه؟ أيوه، من أول الجلوس على المنبر إلى ختام الإيه؟ إلى السلام، ختام الصلاة يعني إلى السلام. واختلف في أيهما أرجح كما تقدم. وطبعا الأرجح حديث عبد الله بن سلام، لأنه لا يعني لا مطعن فيه لا في متنه ولا في سنه، عشان فعل السيدة فاطمة. أيوه برضه عشان فعل السيدة فاطمة رضي الله عنها. ولا يعارضهما حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم أنسيها بعد أن أعلمها كليلة الإيه؟ القدر، لاحتمال أنهما سمعا ذلك منه قبل أن ينسى صلى الله عليه وسلم. أشار له البيهقي وغيره. وما عداهما ما عدا القولين من الاثنين واربعين، قال إما موافق لهما وده الغالبية، أو موافق لأحدهما، أو ضعيف الإسناد، أو موقوف استند قائله إلى اجتهاده دون توقيف، كقول ابن الجزري مثلا أنها أثناء قراءة الفاتح ده اجتهاد. قال الزين ابن المنير وذكر مما مر أو ذكر مما مر 10 أقوال تبعا لابن بطال يحسن جمعها، فتكون ساعة الإجابة واحدا منها لا بعينه، فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميعها. يعني هي طبعا ممكن تكون أثناء جلوس الإمام على المنبر إلى أن يقضي الصلاة، وإما أن تكون آخر ساعة في الجمعة في أحدهم. قال فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميع الجمعة، في جميع الجمعة، وده الأحسن طبعا. وليس المراد من أكثرها أنه يستوعب جميع الوقت الذي عين، بل المراد أنها تكون في أثنائه، يعني لو دعا في لحظة من اللحظات استجيب له. يعني ليس المراد أنه يستوعب الساعة كلها في الدعاء، لا، لو دعوة واحدة تكفي، لقوله فيما مضى وأشار بيده يقللها، يعني أنها إيه؟ لحظات قليلة. وقوله وهي ساعة خفيفة دليل على يعني قلة الإيه؟ الوقت. وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه، فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلا، وانتهاؤها انتهاء الصلاة، لكن ممكن تكون في الأول أو الوسط أو الآخر. وكأن كثيرا من القائلين عين ما اتفق له وقوعه فيه من ساعة في أثناء وقت من الأوقات المذكورة
فهذا التقريب قال يقل الانتشار جدا، يعني يقل الانتشار، انتشار الايه الإجابة في أنها يعني في كل الوقت، يعني إنما هي في لحظة من اللحظة لا يعلمها إلا الله. عشان كده الإنسان يجتهد في إيه في الوقت كله بقدر الإمكان، ولا شك أن لكل مجتهد نصيب لابد. يعني الإنسان يعني زي ما قالوا ومدمن القرع للأبواب أن يلج، ضروري يعني، يعني اللي يقرع الباب كثيرا يفتح له إن شاء الله. قال انتهى ببعض الاختصار كلام الزين بن المنير يعني. وقال ولم يظهر لي عدة القول الثاني أنها جمعة في كل سنة، مع أنه ليس بقول، إنما كان خطأ من كعب ثم رجع إلى الصواب. يعني لما كعب قال دي جمعة في السنة قال ما لا دليل له، وإنما هو إيه قالها خطأ منه. يعني هذا المفروض لا يعد قولا، لا يعد قولا لأنه خطأ، بدليل أنه إيه عبد الله بن سلام قال كذب كعب. فلما قرأ في التوراة قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إيه إلى الصواب. وقال السيوطي العلامة السيوطي قال إيه الذي أختاره أنا من هذه الأقوال أنها عند إقامة الصلاة، عند إقامة صلاة الجمعة. يعني ليه؟ لأنه هو بيستدل بحديث أن الدعاء لا يرد عند إقامة الصلاة على وجه العموم، فمن باب أولى إيه في يوم الجمعة، يبقى معدد من ناحيتين، أنه عند الإقامة وأنه يوم الجمعة. فالحافظ السيوطي برضو إيه أحب أن يجمع بين الحديثين، حديث ساعة الجمعة التي فيها الإجابة، وحديث ساعة الإجابة عند كل إقامة صلاة عند النداء. قال وغالب الأحاديث المرفوعة تشهد له لهذا القول يعني. أما حديث ميمونة فصريح فيه أن الدعاء يستجاب عند إقامة الصلاة، وكذلك حديث عمرو بن عوف، ولا ينافيه حديث أبي موسى أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، اللي هو حديث مسلم يعني، لأنه صادق بالإقامة بل منحصر فيها، لأن الإقامة وسط هذه الساعة، لأن الإمام يخطب ثم ينزل ثم تقام الصلاة ثم يصلي ويسلم. هو يعني لا يتعارض مع كلام الحافظ السيوطي، لأن وقت الخطبة ليس وقت صلاة ولا دعاء، ووقت الصلاة غالبه ليس وقت دعاء. عايز يقول إن الدعاء في أثناء الإيه الإقامة. قال ولا يظن إرادة استغراق الوقت قطعا، لأنها خفيفة بالنصوص والإجماع، يعني هي لحظات لطيفة وليست إيه ساعة ممتدة يعني، إنما هي لحظات. قال ووقت الخطبة والصلاة متسع، وغالب الأقوال المذكورة بعد الزوال وعند الأذان يحمل على هذا فيرجع إليه، لأن الإقامة أذان. وطبيعي الصلاة بتكون بعد الزوال، كل الأقوال اللي قالت إيه بعد الزوال ترجع إلى هذا القول ولا تتنافى. قال وقد أخرج الطبراني عن عوف بن مالك الصحابي قال إني لأرجو أن تكون ساعة الإجابة في إحدى الساعات الثلاث إذا أذن المؤذن،
وما دام الإمام على المنبر وعند الإقامة. وأقوى شاهد له قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد قائم وهو يصلي. قال: فأحمل أو فأحمل وهو قائم على القيام للصلاة عند الإقامة ويصلي على الحال المقدرة، حالة كونه مصليا يعني. وتكون هذه الجملة الحالية شرطا في الإجابة، وأنها مختصة بمن شهد الجمعة ليخرج من تخلف عنها. المتخلف طبعا لا يصادف الايه هذه الساعة، هي ساعة الإجابة اللي ما بين نجلس الإمام إلى الصلاة إلى أن تنقضي يعني. قال: ليخرج من تخلف عنها، وهذا ما ظهر لي. قال: وفيه نظر لا يخفى، فإنه بعد أن استبعد حمل بن سلام وموافقة أبي هريرة له قوله وهو قائم يصلي على المجاز، اضطر إليه فيما يختاره هو، ثم جره ذلك إلى دعوة التخصيص بدون مخصص ولا دليل. قال: وعجب منه مع مزيد حفظه ونباهته يعدل عن النص النبوي في حديثين صحيحين ويختار قولا ضعيفا. يعني بيتعجب من الحافظ السيوطي يعني انه اختار إقامة وقت إقامة الصلاة يعني. يقول: وعجب منه مع مزيد حفظه ونباهته، الإمام السيوطي يعني، يعدل عن النص النبوي في حديثين صحيحين ويختار قولا ضعيفا، ويحتج له بحديث ميمونة بنت سعد وعامر بن عوف مع أن كل منهما إسناده ضعيف كما مر عن الحافظ. وأما إيماؤه إلى تقوية ذلك بقول عامر بن عوف إني لأرجو كذا فليس بشيء، وهو اجتهاد منه كما أشعر به لفظه، وهو مما يقوي ضعف حديثه المرفوع أنها عند إقامة الصلاة، إذ لو سمع ذلك أو سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لجزم به وما تردد في أنها إحدى الساعات الثلاث. يبقى الحافظ ابن حجر دايما يتبع إيه ما صح من الأحاديث. يعني الخلاصة أن ساعة الإجابة في الجمعة ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى السلام، إلى أن تنقضي الصلاة، أو أنها من بعد صلاة العصر إلى الغروب، لكن هي ساعة يعني جزء من الزمن اللطيف ليس مستغرقا كل هذا الوقت، إنما هو يعني وأشار بيده يقلله. يعني لو الصلاة استغرقت مثلا ساعة إلا ربع، يبقى لحظة الإجابة لا تتجاوز خمس دقائق من الساعة إلا ربع، وكذلك من بعد العصر إلى إيه الغروب برضو هي لحظة خفيفة. نعم. أيوه قال إني لأرجو أن تكون ساعة الإجابة في إحدى الساعات الثلاث. لا هو ما هو ده اللي رواه الطبراني عن مالك بن عوف نفسه، مش الحافظ السيوطي. لا، ليس الحافظ السيوطي، عوف بن مالك الصحابي. عوف بن مالك الصحابي وقد أخرج الطبراني. يعني ده كلام موقوف على عوف بن مالك الصحابي. عوف بن مالك ده صاحب القصة بتاعت الذي أسر ولده
وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان أسيرا عند العدو واستاق الغنم والبقر، وجاء سبب نزول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ظل هو وامرأته يقولان لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني غفل القوم عن الإبل واستاقها كلها، ملأ البيت إبل وغنم. عوف بن مالك، عوف بن مالك هو صاحب القول اللي هو بيقول إن ساعة الإجابة إذا أذن المؤذن وما دام الإمام على المنبر وعند الإقامة. باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. قال الإمام يحيى ابن يحيى رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. هذا الحديث رواه مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه، ودائما بلاغات الإمام مالك كما قال ابن شهاب الزهري موصولة، لها حكم الوصل يعني. لذلك قال الشيخ الزرقاني: وصله ابن عبد البر من طريق يحيى ابن سعيد الأموي عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة، ومن طريق مهدي ابن ميمونة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم، كالاستفهام يتضمن التنبيه والتوبيخ، فيقال لمن أهمل شيئا أو قصر فيه أو غفل عنه: ما عليه لو فعل كذا. ما عليه يعني نقول إحنا بلغتنا إحنا يعني لا يخسر شيئا، ماذا عليه لو فعل كذا وكذا، للتنبيه يعني، أي أي شيء يلحقه من ضرر أو عيب أو عار أو نحو ذلك، يعني ما عليه يعني لا يضره شيء ولا يعيبه شيء. لو اتخذ ثوبين يخصصهما للجمعة، قميص ورداء أو جبة ورداء. قال ابن عبد البر قال: فقصر من نظر في المراد بالثوبين، يعني كلمة الثوبين عند العرب لا تحتمل إلا إما قميص ورداء وإما جبة ورداء. الرداء زي الشال ده مثلا بيتحط من فوق والإزار من تحت، لكن في قميص يلبس يبقى قميص وفوقه الرداء، قميص يعني يشبه الجلابية يعني. العرب كانت تلبس يعني القميص وتلبس السراويل وتلبس الإزار على الوسط زي الإحرام بتاع الحج والعمرة، والرداء اللي هو يستر الجزء الأعلى. الجبة دي زي العباية فوق الايه يعني زي بتقول الانسان بيتزين بها فوق الثياب. لا الجبة زي العباية بالضبط، شفت العباية اللي هي مفتوحة من امام.
نعم ايوه يلبسها السعوديين، وهنا في مصر كثيرة العباءات كثيرة يعني موجود، تبقى مشكوكة نصفين من امام ولها كمين الجب، ويقال لها القباء برضو، القباء الأقبية جمع قباء، يعني يخصص ثوبين للجمعة، وفي رواية وعيديه لجمعته وعيده، يعني يخصص ثوبين لا يلبسهما إلا في يوم الجمعة وفي يوم للتزين والتجمل. لجمعته، زاد في رواية هشام عن عروة عن عائشة أو عيده، لجمعته أو عيده. ليه؟ الاستحباب التزين يوم الجمعة، يلبس أحسن الثياب وخاصة البياض، الثياب البيضاء يوم الجمعة أفضل، وثياب العيد يستحب فيها الجديد حتى ولو كانت سوداء أو زرقاء. سوى ثوبي مهنته، قال ابن الأسير أي بذلته وخدمته، لأن ثياب المهنة دايما بتبقى هينة يعني، لكن يخص الثوبين للجمعة أو للعيد ثياب غالية الثمن عشان يتزين بها يوم العيد ويتزين بها يوم الجمعة، ما يجيش بالإيه الثياب اللي هي بيشتغل بها ومليئة طبعا بالزيوت ومليئة بالتراب ويروح يصلي لإيه الجمعة. لأن الله تعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، خذوا زينتكم. ليه؟ لأن الإنسان يتزين بالإيه الثياب، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعني مبتزل الثياب، يعني لابس ثياب هينة أو متسقة، قال له عندك مال؟ قال من كل المال أعطاني الله، يعني كل حاجة عندي، عايز يقول إبل وبقر وذهب وفضة وغنم، قال له إيه؟ فليرى أثر ذلك عليك، فليرى أثر ذلك عليك، يعني مش ظاهر عليك النعم. شوف إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على العبد، لأنه ده لون من ألوان الشكر. ليه؟ لأنه الإنسان حينما يلبس ثيابا هينة يبقى كأنه يقول يتصدقوا علي. ها؟ يستعطف الناس. ها؟ فهو يعني كان أحد التلاميذ السيد أبو الحسن الشاذلي، كان السيد أبو الحسن يلبس أحسن الثياب، يقول نحن نحب الشكر لله ويظهر نعمة الله علينا، فكان يلبس أحسن الثياب. جاء واحد من الفقراء اللي هم يعني الزهاد المتصوفين والمتشددين، يلبس ثيابا خشنة وثياب بزلة كده هينة، يعني عليها أثر العمل، فهو أمسك بجبة السيد أبو الحسن وقال له أهذا ثوب يعبد الله فيه؟ هذا ثوب يعبد الله فيه؟ فقال له يا بني إن ثيابي تنادي علي بالغنى وإن ثيابك تنادي عليك بالفقر، يعني الذي يراني يرى أني غني عن الناس لا أحتاج إليه، أما أنت ثيابك تنادي عليك بالفقر، تقول تصدقوا علي. قال ثم أدخل يده في يعني فتحة الثوب وأراه بيده الثوب الخشن، هو يلبس الخشن تحت الناعم،
قال له هذا لله وهذا للناس. يعني الثياب الناعمة دي الحسنة للناس حتى لا نظهر الفقر لأحد، أما الثياب الخشنة واللي بنتعبد فيها دي هنا لله تحت لا يراها إلا الله. شوف الكلام. هكذا أفهمه. أيوة. أيوة. العوام زمان في الصعيد يقولوا ايه، تقمشوا بالقماش تهابكم الرجال. تقمشوا بالقماش تهابكم الرجال. وسيدنا الإمام أبو حنيفة كان يقول لتلاميذه وسعوا أكمامكم وكبروا عمائمكم حتى لا يستهان بالعلم، حتى لا يستهان بالعلم. وكان العز بن عبد السلام، نعم، كبروا أعمامكم ووسعوا أكمامكم حتى لا يستهان بالعلم. نعم. ايوه بس دي حالات فردية يعني مش كل الناس يعني، لكن هو الافضل اظهار الغنى. قد وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم ما على احدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته، عند قوله صلى الله عليه وسلم ثوبي مهنته، قال ابن الأثير أي بذلته وخدمته، يعني الثياب المبتذلة اللي هي الثياب الرخيصة، يعني اللي هي الثياب التي يلبسها الإنسان عند العمل والخدمة، بخلاف الثياب التي يتزين بها إذا خرج أو إذا ذهب إلى العيد أو ذهب إلى الجمعة. قال والرواية بفتح الميم سوى ثوبي مهنته، وقد تكسر يعني يقال مهنة ومهنة، سوى ثوبي مهنته أو سوى ثوبي مهنته. قال الزمخشري والكسر عند الأثبات خطأ، يعني عند الأثبات من العلماء يعني. قال الأصمعي المهنة بفتح الميم وهي الخدمة، ولا يقال مهنة بالكسر. وكان القياس لو قيل مثل جلسة وخدمة، إلا أنه جاء على فعلة واحدة يعني. وقال ابن عبد البر المهنة بفتح الميم الخدمة، وأجاز غير الأصمعي كسر الميم، غير الأصمعي من أهل اللغة أجاز كسر الإيه الميم. قال وفيه الندب، يعني في استفاد من هذا الحديث الندب لمن وجد سعة أن يتخذ الثياب الحسان للجمع وكذا الأعياد ويتجمل بها ويتجمل بها، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويعتم ويتطيب ويلبس أحسن ما يجد في الجمعة وفي العيد. يعني التجمل بالثياب يوم الجمعة وفي العيد هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاء الوفود أيضا كان صلى الله عليه وسلم يلبس يعني ثيابا للوفود أيضا خاصة، يعني كل ده تشريع للإيه، تشريع للأمة في التزين بالثياب وإظهار نعمة الله على العبد. وكان سيدنا عبد الله بن عباس كان يتزين لامرأته ويقول إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. ليه؟ لأن العين دايما تحب الإيه، تحب النظر إلى الشيء الحسن يعني. فكان عليه الصلاة والسلام يعتم ويتطيب ويلبس أحسن الثياب وأحسن ما يجد في الجمعة والعيد.
وفيه صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. وكان يأمر برضو في الجمعة والعيد بالطيب والسواك والدهن. الطيب والسواك والدهن، الدهن اللي هو إيه؟ يدهن به الرأس، دهن مطيب، دهن مطيب. قال وفي فتح الباري في إسناد ابن عبد البر لهذا الحديث عن عمرو عن عائشة نظر، فقد رواه أبو داود من طريق عمرو بن الحارس وسعيد بن منصور عن ابن عيينة وعبد الرزاق عن الثوري ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلا، ووصله أبو داود وابن ماجه من وجه آخر عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن سلام. ولحديث عائشة طرق أخرى عند ابن خزيمة وابن ماجه. وقد يقال لا نظر يعني في الحديث، لأن الأموي راويه عن الأنصاري عن عمره ثقة روى له الستة، البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وأي مانع من كون يحيى الأنصاري له فيه شيخان، عمره عن عائشة ومحمد بن يحيى مرسلا؟ وقد حصلت المتابعة للأنصاري في عمره حيث رواه عروة عن عائشة، وأيد ذلك مجيئه من طرق عنها. وروى ابن ماجه وابن عبد البر عن عائشة قالت خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فذكره، وهو بالنون كساء فيه خطوط بيض وسود. يعني الصحابة كانوا يلبسون ثياب النمار يعني تشبه جلد النمر، فيها خط أبيض وخط إيه؟ أسود. أدي معنى خطاب النمار، جمع نمر يعني. دلوقتي لو واحد لبس جلد النمر الناس تخاف منه، يقول إيه فلان زي النمر. لكن هي الثياب المخططة دي كانت موجودة عند العرب، يعني خط أحمر وخط أبيض وخط بني وخط أحمر وخط أسود وخط أبيض. يعني إلى الآن في جنوب شرق آسيا تجد الإيه الثياب دي موجودة إلى الآن، يلبسونها ثياب مخططة كده. هي تعتبر من الزينة يعني، لأنها فوق ما يستر العورة. قال ابن الأسير كأنها أخذت من لون النمر أو النمر. ورواه ابن عبد البر عن عبد الله بن سلام قال إيه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة فقال وما على أحدكم لو اشترى ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. يعني يشتري ثوبين يخص بهما الجمعة والعيدين كما في رواية. وله من وجه آخر عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام مرفوعا لا يضر أحدكم أن يتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته. ولذلك حتى في باب الجنازة عند التكفين قالوا العلماء يستحب للمسلم أن يكفن في ثياب مشاهد الخير كالجمعة والإحرام والعيد، لأنه بيشهد بها العبادة، بيشهد بها صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الجمعة والعيدين وغير ذلك من
مشاهد الحج، يعني لو عنده إزار ورداء في الحج يتكفن فيهم، ها يشهدان له عند الله. وكذلك ثوب الجمعة، يعني لو واحد عنده جلابية بيضة بدل القميص في الكفن يلبسوه الثوب الأبيض، ها لأنه إيه بتنال تناله البركة، تناله إيه البركة. يعني الإنسان يوصي بذلك أن ثوب الجمعة يكفن فيه. ممكن يأخذهم من حد راجل برضه، ممكن آه، يعني لو واحد مثلا ما حجش أخذ من أحد أقربائي أو أصدقائي إزار ورداء وكفن فيهما كان حسنا. اسمها ثياب مشاهد الخير بركة. ولذلك بعض الناس يأخذون الكفن ويزمزمونه، يرشوه بماء زمزم ويجيبوا إيه يعني علشان تناله بركة زمزم، لا شيء فيها يعني. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما أي محرما. هذا الحديث رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن، أي استعمل الدهن لإزالة شعث الشعر به، يعني يغسل رأسه ويدهن وتطيب. وتطيب يعني ممكن يدهن بزيت الزيتون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتدموا بهذا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، زيت الزيتون ففيه بركة الوحي. ليه؟ لأنه هو يعني سمى الله هذه الشجرة شجرة مباركة، من شجرة وزيتونة لا شرقية ولا غربية في سورة النور. أيوه وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ لك. خص فين انت؟ انت خريجه ولا لسه ايه؟ لا انا ببتدي بقى، انا حافظي على دروس التفسير هنا في الازهر، شوفي مين بيشرح تفسير واحضري احضري مع دروس التفسير. لا ده عاد تنتسبي عاد للرواق، رواق العلوم الشرعيه، رواق العلوم. نعم. يبقى الدهان سنه، الدهان الشعر سنه، والتطيب في الجسد سنه. فكان صلى الله عليه وسلم يدهن، ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر كان يعني يستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يدهن رأسه يوم الجمعة بعد ما يغسلها ويزيل الشعث منها، يدهنها بالزيت زيت الزيتون ويتطيب. قال فيجمع بينهما، يجمع بين التطيب والإيه والتزين، شرع للتزين وحسن الرائحة لذلك اليوم، لأن الإنسان زمان العرب بس شعرهم كان إيه كثير، كانوا لا يحلقون وإنما كانوا يقصون الشعر قصا فقط، العرب كان عندهم الشعور تضرب إلى أكتافهم، فكانوا إيه يدهنون، يغسلون ويدهنون ويهتمون بالإيه باللمة، من كان له لمة فليكرمها، اللي ليه يعني شعر غزير وحسن يكرمه.
لا اتركه هكذا ايه يمتلئ غبارا وقملا و ويجمع العبل كله. لا لو 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 نوى التشبه بالنساء يبقى امرأة. اللي تشبه بامرأة يبقى امرأة. من تشبه بقوم فهو منهم. فالذي يتشبه بالمرأة هو امرأة. يعني لعن الله المخنثين من الرجال ولعن الله الرجلة من النساء. يعني فيه امرأة تتشبه بالرجال يقال لها امرأة رجلة ملعونة. ليه؟ لأنها أبت يعني فطرة الله فطرها على أنها امرأة، هي تتشبه بالإيه؟ بالرجال، تترجل. المترجلات من النساء والمخنثين من الرجال الذين يتشبهون بالنساء. حتى اللبس، حتى في اللبس، مش كمان في الكلام أو المشية أو الإشارة، لا. يعني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، ممنوع، ملعون كمان، لأنه هو أبى إيه؟ أبى الفطرة التي فطره الله عليها. نعم. المثليين الآن. أي نعم. أيوة. الآن الزواج المثلي. أعاذك الله. المرأة تتزوج المرأة والرجل يتزوج الرجل. ده هذا انتكاس في الفطرة. انتكاس في الفطرة يعني. يعني رجوع الى الوراء باقصى سرعه اعاذنا الله. جعله الله رجلا ويتشبه بالمراه. لكن الادهان والتطيب لا يكون الا للحلال، اما المحرم بحج او عمره يبقى يحرم عليه، ده هذا من محظورات الاحرام. وإن ادهن في شعره يدهن بزيت لا رائحة له، لكن لو ادهن بزيت فيه رائحة يبقى عليه فدية. وهو محرم. أي ما هو بيقول أهو نافع بيروي عن مولاه هو سيده يعني عبد الله بن عمر، كان لا يروح إلى الجمعة إلا ادهن وتطيب، إلا أن يكون حراما أي محرما بحج أو عمرة فلا يفعلهم. وفي الصحيح يعني في البخاري أو مسلم مرفوعا عن سلمان قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويغتسل يعني غسل الجمعة ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، يعني لم يكن عنده طيب يمس من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، لا يعني قبل الجمعة يعني، ثم ينصت إذا تكلم الإمام يعني خطب إلا غفر له ما بين الجمعة، ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يعني هذه سنن الجمعة، الاغتسال والادهان والتطيب والسواك ولبس أحسن الثياب وأحبها إلى الله وهي البياض، ثم يذهب إلى الجمعة مبكرا قبل أن يصعد الإمام المنبر حتى تكتبه الملائكة، فإن فعل ذلك ثم يصلي ما شاء الله له ركعتين 4 6 8 10 ما كتب له، ثم إذا تكلم الإمام وخطب ينصت ولا يسبح ولا يتكلم، ينصت للخطبة.
فيغفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة، ما بين الجمعتين يعني. هذا معنى إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، ما بينه أي الجمعة التي فعل فيها ذلك إلى أن تأتي إيه الجمعة الأخرى، يعني يغفر له يعني أسبوع وزيادة 3 أيام. قوله تعالى ومن جاء بالحسنة فله إيه 10 أمثاله، لأن وارد في السنة يعني غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحديث الذي بعده، قال الإمام يحيى: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب، من كان منهم يلي القبلة وغيرها. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عامر بن حزم، قال: فنسب أو نسب أبوه إلى جده الأعلى لشهرته، عبد الله بن أبي بكر بن حزم، لكن هو اسمه الأصلي عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عامر بن حزم، يعني ده جده الإيه الأعلى، وهو ابن 70 سنة، مات سنة إيه 135 رضي الله عنه، أبو بكر بن حزم. سيدنا أبو هريرة كان يقول إيه: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة، والحرة أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار بظاهر المدينة. المدينة فيها حوالي 4 حرات، يعني الحجارة السوداء دي حدود المدينة من الشرق والغرب والجنوب والشمال، اسمها الحرة، الحرة الشرقية والحرة الغربية والحرة الجنوبية والحرة الشمالية، كل هذه الحرار دي كانت مشهورة وكانت حدود الايه حدود المدينة. بظاهر المدينة على الحدود، يعني في ظهر المدينة، ظهر البيوت، يعني كأنها محيطة بايه بالمدينة، لما يكون انسان وراء الظهر يبقى ده اخر حاجة، كأنه محيطة بالمدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول: الذي يصلي في الجبال خير له من ايه من ان يتخطى رقاب الناس ليجلس عند الامام، لان الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقد اتخذ جسرا الى جهنم، عزم الله. يبقى لا، اللي يصلي في الجبال احسن بدل ما يروح جهنم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول كده، يعني الانسان لا يتخطى الرقاب، هو لو ذهب الى اقصى المدينه وصلى ظهرا هناك احسن له من ايه من ان يتخطى رقاب الناس ليجلس في الصف الاول مثلا. اللي عايز الصف الاول ياتي مبكرا، لكن يجلس حتى اذا يعني اذا وقف الامام للخطبه يفضل يتخطى رقاب الناس ليجلس في الصف الاول. لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد
حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال ابن عبد البر هذا المعنى مرفوع، لأنه يعني كون من قول سيدنا أبي هريرة، لكن له حكم الرفع. ليه؟ لأنه إخبار عن أمر غيبي، وهذا لا يكون إلا بوحي، فلا شك أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز لأحد من الصحابة أن يخبر عن أمر غيبي من عنده، وإلا فهو ليس صاحب وحي حتى إيه؟ حتى يخبر. ولذلك إيه؟ قال ابن عبد البر هذا المعنى مرفوع، يعني له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساقه من وجه آخر، قال أخرج الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم عن أبي سعيد وأبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة واستنى ومس طيبا، استنى يعني استاك، يعني عمل بالسنة، كلمة استنى بمعنى ايه؟ يعني تسوك، واستنى ومس طيبا إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، طبعا أحسن الثياب يعني إما الجديدة وإما البياض، ثم خرج حتى أتى المسجد ولم يتخط رقاب الناس، هذا هو الشرط، ثم ركع ما شاء الله، يعني صلى ما كتب الله له، ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية، ثم ركع ما شاء الله أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة الأخرى، يعني كفارة لسبعة أيام. يعني إذن سيدنا أبو هريرة مرة يروي الحديث مرفوعا ومرة يرويه موقوفا. من وأخرج الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو، يعني يرتكب اللغو، مس الحصى لغو، من أشار لأخيه بالسكوت لغو، من قال لأخيه صه ولمن يخطب لغى، كل ده لغو، رجل حضرها يلغو، يعني اللغو له صور إيه؟ كثيرة. رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، يعني لا جمعة له، يعني حظه من الجمعة اللغو، رجل حضرها يلغو وهذا إيه؟ وهو حظه منها، لأنه من لغى فلا جمعة له كما قال عليه الصلاة والسلام. ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا الله إن شاء الله أعطاه وإن شاء منعه. ورجل حضرها بإنصات وسكون، بإنصات وسكون، يعني جاء من بيته وجلس حيث انتهى به المجلس وبعد أن صلى يعني، وأنصت للإمام ولم يلغو، ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذي أحدا، فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وتخطي الرقاب يعني حينما يكون المسلم جالس وكتفه بجوار كتف أخيه، يعني ليس بينهما فرجة،
يعني ده ملتصق بده وده ملتصق بده. يجي واحد جاي متأخر من البيت وعايز يخش الصف الأول، فيفضل ايه يخطي برجليه على أكتاف الناس يعني. لكن لو في مثلا واحد جالس وبينه وبين التاني شبر ويعدي، هذا ليس تخطيا، لأنه كلمة تخطي الرقاب بمعنى أنه يعني قدم اللي ماشي بتساوي رقبة الجالس، لأنه بيعدي والاتنين ايه عاملين كده. لما يجي يعدي تبقى رجله يعني ايه بجوار رقبة الشخص الجالس، ادي تخطي الرقاب. لكن الناس يجلسون متفرقين، فيه فرق، شبر شبرين مثلا، فكل ما الواحد يلاقي فرجة يمشي فيها عادي مفيش مشاكل. يعني اهو كده مثلا في فتحة اهي، خلاص انا ماشي كده على طول ولا يؤذي احدا. ولذلك لما تلاقي اتنين قاعدين كده اهو واحد يعدي يعمل له كده اذى الناس، ادي علامة الايه، علامة الإزاية. يعني عايز يقول له انت ما عندكش ذوق. يعني ليه؟ لان هو كده رجله ممكن تلطش ايه رأس الجالس. لكن لو مر في الفرجة دي ما حدش ينظر دي، خلاص واحد عدى. لا ما يوسعش عاد، ما ده لغوة، خصوصا اثناء الامام ما يخطب ما يشرش لأي حد بحاجة، يعني حتى اللي يتكلم ما يعملوش كده، لا. فهو كده يبقى برضه لغو. الجالس أثناء الخطبة لا لا، من السنة الإنسان عندما يدخل المسجد هنا في مصر وغيرها، كل اللي داخل المسجد في الفجر وفي الظهر السلام عليكم. لا، العلماء قالوا تحية الخالق مقدمة على تحية المخلوق. اللي داخل المسجد يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك، ويبدأ بتحية المسجد. متى يسلم على الجالس؟ إذا أراد الجلوس معهم، يعني جماعة قاعدين في المسجد وأراد الجلوس معهم، بعد ما يؤدي تحية المسجد يقول السلام عليكم ويجلس معهم. هذه السنة. إذا لم يرد الجلوس معهم يبقى يمسك المصحف أو يمسك السبحة ويجلس ويذكر الله تعالى. يعني لا يسلم على الناس إلا بعد تحية المسجد وإذا أراد أن يجلس معهم. أما إذا جلس وحده يبقى لا يسلم عليه. هذا ما قاله العلماء. لا، أثناء الخطبة لا، أثناء الخطبة يعني عندنا احنا في المالكية يحرم إلقاء السلام على الجالسين ويحرم الرد، ولا بالإشارة ولا بالإشارة، ممنوع. لأن هو الأصل ممنوع، الأصل إلقاء السلام ممنوع، من باب أولى إيه الرد ممنوع. كل ده من اللغو، يعني هذا ليس موضع السلام، لأن الإنصات للخطبة حكمه إيه؟ واجب، واجب. وإن كان الإمام الشافعي رضي الله عنه قال يرد، لأن الرد واجب وهو ذكر، ده رأي الإمام الشافعي. لكن اللي يلقي السلام جاهل، اللي يلقي السلام على الداخل وهو داخل على المصلين جاهل. لكن على سبيل الفرض هو أخطأ وألقى، الإمام الشافعي قال يرد عليه لأن الرد واجب. الإلقاء سنة، لكن هو الإلقاء هنا خطأ، يعني ليس موضع السلام هنا. نعم. أيوة طبعا. لا، ده الرأي الراجح انه هو من حين جلوس الامام على المنبر الى انقضاء الصلاة. ايوه، ما هو ده في كل دعاء. لا، هو كده يعني.
يعني هو إنسان يدعو في ساعة الإجابة، وبرضو الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم إن شاء أجاب وإن شاء رد، لأنه هنا الرد يبقى عيب في الداعي مش في ساعة الإجابة، عيب في الداعي، واكل حرام، ظالم، ظالم أخاه المسلم، يعني في سبب للرد، يعني الرد هنا لسبب، واخد بالك؟ الرد لسبب، لكن كل دعاء مستجاب إلا إذا فقد شرطا من شروط الإجابة. فيبقى هنا إيه؟ الأمر راجع للداعي، فيه عيب منعه من الإجابة. لو كان ظالم عاقل والديه مثلا، قاطع رحم، يستجاب لي إزاي؟ واكل لقمة حرام برضو لا يستجاب له. يبقى هنا لكن كل دعاء مستجاب، يعني هذا الكلام ينطبق على كل داعي مش ده بس. ها، لأنه أحيانا مثلا تكون الإجابة ليست في صالحك، يعني أنت تطلب شيئا ولو أعطاكه الله لضرك به فيمنعه، لأنه دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث في الترمذي وأبي داود، قال: ما على ظهر الأرض رجل مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله بها إحدى ثلاث، إحدى ثلاث: إما أن يعجل له في الدنيا اللي اختاره اللي دعا به، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثل ما دعا، يعني يدفع عنه شيئا ضرا مكان اللي سأله. يبقى كل دعاء إيه؟ مستجاب، بس بشرط إيه؟ انطباق الشروط عليه، انطباق الشروط عليه، ما يكونش عاقل الوالدين، ما يكونش واكل حرام، يكونش ظالم للعباد واخد واكل الحقوق مثلا، إنما هو تكون دعوة مستجابة. فإما أن تعجل له في الدنيا، يعني في الشيء الذي يريد وفي الوقت الذي يريده الله، لاحظ الحاجتين دول، في الشيء الذي يريده المولى وفي الوقت الذي يريده المولى، لا في الشيء الذي تريده أنت ولا في الوقت الذي تريده أنت. وإما أن يدخرها له في الآخرة. وارد في السنة أن المؤمن إذا دعا بدعاء ولم يستجب له يؤتى يوم القيامة بتحف في الجنة، هدايا، فيقول: ما هذه يا رب؟ فيقال له: هذا دعاء كذا دعوت به يوم كذا فلم يستجب، فهذه إيه؟ مكان الإجابة، تحف في الجنة. فيعني الداعي على أي حال فائز ودعاؤه مستجاب، يعني لابد أن يستفيد من الدعاء، إما هنا في الدنيا إما في الآخرة، إما إيه؟ أن يصرف الله عنه من السوء مصيبة كانت جاية، فبدل إجابة الدعاء لا إحنا هنحش المصيبة دي، وأنت الكسبان ولا لا؟ ها. اي اي ما عاد هيخش عاد تحت ايه؟ الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. ده عاد الاحسن التوبة: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى، هيغفر له وكل سيئة كمان تبدل حسن، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، الكرم الإلهي. ولذلك سيدنا عمر كان يقول: إني لا أحمل هم الدعاء، لا أحمل هم الإجابة، أنا متأكد من الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، لأني إن دعوت استجاب لي، لأنه لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد. الشيخ ابن عطاء الله السكندري قال: متى بسط يديك
بالدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك. يعني ما دام وفقت للدعاء يبقى هيدي. أهم حاجة الإنسان ما يخرص عن الدعاء. ها؟ أنه أحيانا الإنسان يخرص كده تلاقيه لا يدعو الله أبدا، مش موفق للدعاء. لكن لما تلاقي نفسك كده موفق وأما رفع يديك كده يبقى هيديك خلاص. ها، متى بسط يديك بالدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك. ده معنى كلام سيدنا عمر، إني لا أحمل هم الإجابة، لأنه قال ادعوني أستجب لكم وهو لا يخلف الميعاد، وإنما أحمل هم الدعاء. أهم حاجة أنا أوفق ليه؟ للدعاء، فإني إن دعوت استجاب لي، لأنه لا يرد، لا يرد الدعاء. قال: وروى أبو داود والبيهقي عن ابن عمر وأيضا مرفوعا إلى النبي يعني صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، لأنه ما كانش ليه هو طيب يبقى يمس من طيب امرأته اللي هو خاص بها تستعمله لزوجها، لأن المرأة لا يجوز لها إيه أن تستعمل التعطر وهي خارجة إلى الشارع، هذا حرام قطعا. فإذا لم يجد هو طيبا عنده يمس من طيب امرأته الخاص بها والخاص بزوجها. ولبس من صالح ثيابه، يعني ثيابا حسنة أو ثيابا بيضاء، ثم لم يتخط رقاب الناس، يعني يجلس حيث انتهى به المجلس، ولم يلغ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينهما. يعني لو فعل هذه الأشياء، اغتسل وتسوق وتطيب ولم يتخط رقاب الناس ولم يلغ أثناء الخطبة، كانت كفارة لما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة كمان 3 أيام. ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، يعني جسرا إلى جهنم والعياذ بالله، اللي يتخطى رقاب الناس يوم إيه الجمعة. قال مالك رضي الله عنه: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب، من كان منهم يلي القبلة وغيره. قال: يتفرغ لسماع موعظته ويتدبروا كلامه ولا يشتغلوا بغيره، ليكون أدعى إلى انتفاعهم، ليعملوا بما عملوا أو بما علموا. بمعنى أن الناس حينما يرقى الإمام المنبر الكل يستقبله بوجهه، يعني من كان في مواجهة الإمام ومن كان على يمينه أو عن يساره، يعني بمعنى يتوجه إليه. إذا وجد نفسه منحرف عن الإمام يعدل نفسه بحيث يكون مواجها للإمام، يعدل نفسه، يعني لا يجلس وراء العمود مثلا ويعطي ظهره للإمام مثلا، لا، إذا الإمام رقى المنبر يبقى يلف كده حتى يكون مواجها للإمام. وكذلك الذي يجلس جوار الحائط الشرقي، جوار الحائط الغربي، كل ده ينحرف بحيث يكون مستقبل هو الإمام، علشان يتفرغ لسماع الموعظة بقلبه وحواسه لينتفع بالموعظة. لكن لو الإنسان مسك المحمول زي ما الشباب يحصل
يحصل منه الشباب جاي ماسك المحمول اثناء الخطبه، ما لا يشوف له لعبه، يشوف له حاجه يلعب فيها الى اخر الخطبه. ده هذا عين اللغو والعياذ بالله، وربما يعني فعل معصيه كمان وهو ايه يتفرج على نساء، يتفرج على اي حاجه في الايه في المحمول. ايوه يعني هذا فيه حديثه. قال ابن عبد البر: لم يختلفوا في ذلك العلماء يعني، ولا اعلم فيه حديثا مسندا الا ان الشعبي قال: من السنه ان يستقبل الامام يوم الجمعه، من السنه ان يستقبل الامام يوم الجمعه. وقال عدي بن ثابت رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبله أصحابه بوجوههم، استقبله أصحابه بوجوههم. في أي ناحية من نواحي المسجد؟ مدام صعد رسول صلى الله عليه وسلم المنبر توجه أصحابه إليه، أيا كان من كان مواجها له ومن لم يكن مواجها له، يعني جالس على يمينه أو عن إيه أو عن يساره. وقال عدي بن ثابت، وروى البيهقي أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام. السبحة اللي هي سبحة الضحى، يعني ابن عمر كان يذهب قبل يعني دخول الإمام المنبر، فكان ينتهي من صلاة الضحى قبل صعود الإمام على الإيه المنبر. السبحة يقال لها سبحة الضحى. فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله، يعني إذا كان في ناحية من نواحي المسجد غير مستقبل الإمام، فإذا جلس على المنبر استقبله بوجهه. وروى نعيم بن حماد بإسناد صحيح عن أنس أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يوم الجمعة استقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة. وارد طبعا في حديث وإن كان يعني فيه ضعف: إذا رقى الإمام المنبر فاستقبلوه بوجوهكم وارمقوه بأجفانكم، يعني انظروا إليه بعيونكم. لأنه الإنسان لو يعني انشغل بغير الإمام، توجه هكذا أو هكذا، أو لم ينظر إلى الإمام نام، الإمام يخطب وهو إيه نائم لا يعرف ماذا قال. لكن إذا توجه بجسده إلى الإمام ونظر إليه عرف كل ما قال واستوعب. أي خلاص يعني، بس يستقبل برضو الإمام، يعني ما يجلس برضو وراء عمود مثلا ويعمل نفسه كده متوجه إلى الخارج، لا، على الأقل يعني يستقبل القبلة، يعني خير الأعمال ما استقبل به القبلة، خير الأعمال ما استقبل به القبلة. من السنة يعني أن الإنسان دايما يجلس إلى القبلة دائما، بس ما يمدش رجليه ناحيتها، لأن ده ليس من باب الأدب يعني. إنسان ما يمدش رجليه ناحية الإيه؟ عايز يمد رجليه يبقى يعكس. وروى نعيم بن حماد بإسناد صحيح عن أنس أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يوم الجمعة استقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة. قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. ابن المنذر ده صاحب كتاب الإجماع، يعني ده في المذاهب الأربعة، أنه من السنة يعني استقبال الإمام بالوجه والجسد برضو إلى نهاية الإيه الخطبة.
وحكى غيره عن سعيد بن المسيب والحسن شيئا محتملا. وقال الترمذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء يعني صريحا. لكن مثلا الشعبي لما يقول من السنة وعدي بن ثابت ده من الصحابة قال يعني كان بيخبر عن الصحابة يعني كان إذا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبله أصحابه بوجوههم. وفعل الصحابي يعد من السنة الصحابية لأن الصحابي لا يتبع إلا السنة. يعني هو كان يرى الناس إذا رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر استقبلوه كلهم بوجوههم. يعني كل من كان في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على يمينه ومن كان على يساره صلى الله عليه وسلم. وقد استنبط البخاري في صحيحه مما رواه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما على المنبر قال وجلسنا حوله الصحابة يعني أن جلوسهم حوله لسماع كلامه صلى الله عليه وسلم يقتضي نظرهم إليه غالبا. يعني مش هيتحلقوا حول المنبر وهو جالس إلا إذا نظروا إيه إليه واستمعوا إلى كلامه صلى الله عليه وسلم. لأنه أحيانا يعني يقول لهم صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر يعني احضروا عنده لما يكون فيه أمر مهم يقول احضروا المنبر أي احضروا عند المنبر. الصحابة يذهبون ويتحلقون ويصعد رسول صلى الله عليه وسلم على المنبر ويحكي ما يريد ويأمر بما يريد صلى الله عليه وسلم. يقول فالبخاري استنبط من ذلك أن جلوسهم حوله صلى الله عليه وسلم لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا. يعني الإنسان مدام استقبل الجالس على المنبر بوجهه ينظر إليه ليستوعب إيه ما يقول. قال ولا يشكل عليه القيام في الخطبة لأنه محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال صلى الله عليه وسلم وهم جلوس أسفل منه. وإذا كان ذلك في غير الخطبة في غير حال الخطبة كان حالها أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يخطب في غير الجمعة يعني حينما يقول احضروا المنبر. حديث كعب بن عجرة هو موجود يعني في السنن وعند الحاكم وغيره لما قال احضروا المنبر قال فحضرنا. فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين، فلما رقى الثانية قال آمين، فلما رقى الثالثة قال آمين. فقالوا لقد سمعنا منك اليوم شيئا لم نكن نسمعه من قبل يا رسول الله، كلمة آمين آمين آمين. فقال صلى الله عليه وسلم لما رقيت الدرجة الأولى عرض لي جبريل وقال لي بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. وفي رواية قل آمين قلت آمين. فلما رقيت الثانية قال لي جبريل بعد من أدرك والديه أو أحدهما الكبر فلم يدخلاه الجنة، قل آمين قلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال لي بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فقل آمين قلت آمين صلى الله عليه وسلم. يعني ده سبب لإيه قوله آمين 3 مرات على كل إيه درجة من الدرجات الثلاث. هذا كان في غير الجمعة أراد أن يخبرهم عن هذا الأمر أو هذه الأمور الثلاثة الخطيرة. اللي هو يحضر رمضان
ولا يغفر له. طب متى يغفر له؟ إذا كان في هذا موسم الغفران، فجاء رمضان وانسلخ رمضان وهو لم يغفر له، يبقى بعد من رحمة الله، لأنه إذا لم يغفر له وسط هذه الرحمات فمتى يغفر له؟ وبعدين قل آمين، قلت آمين، وبعدين كلمة بعد يعني بعد من الرحمة خلاص، لأنه ده يعني سيد الشهور، وفيه ليلة خير من ألف شهر، فمتى يغفر لهم؟ ومن أدرك والديه أو أحدهم الأب أو الأم الكبر ولم يدخله الجنة، كل ما يكبر هو يزداد عقوق، لسه أنا هشيلكم ولسه هنفق عليكم ولسه مش عارف إيه، ويموتوا الاثنين وهو بعيد عنهم ولا يسأل عنهم، يبقى بعد عن الرحمة، لأنه المفروض وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والقرآن قال فلا تقل لهما أف إما يبلغن عندك الكبر أو أحدهم، فلا تقل لهما أف، ها؟ يعني واحد أو اثنين، يعني الأم أو الأب، الأم والأب أو أحدهم، فلا تقل لهما أف، ما فيش أقل من الأف تاني. أف دي يعني أنا متضايق منكم بس، ولك عاد بالضرب والكسير عاد والبعد عاد وعدم السؤال جفوة يعني عجيبة، ولا كأنهم من الوالدين أصلا. يبقى الذي يدرك والديه في الكبر أو يدرك أحدهما في الكبر ولا يكونان سببا له في دخول الجنة، يبقى خلاص ده كده إيه، بعيد من الرحمة، لأنه ليس في قلبه لوالديه رحمة. وما فيش طبعا أرحم بعد الله تعالى من الوالدين مهما تظن فيهما. والثالثة طبعا اللي هي إيه، يعني عدم ذكر، عدم الصلاة على عليه الصلاة والسلام عند ذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم. من قال أتدرون من البخيل؟ قال والله ورسوله، قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هم كانوا بيظنوا أنه البخيل الذي يبخل بالدينار والدرهم، لكن لا، من ذكرت عنده فلم يصل، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه نوع من الجفاء صلى الله عليه وسلم. فأقل شيء أن يقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ايوه، هو ليه؟ عشان الصحابه كانوا كثيرين، عدد كبير من الصحابه، فكان يصعد المنبر ليسمعهم وليرونه، لانه احيانا كان صلى الله عليه وسلم يمثل بيديه ويمثل يعني يرسم شيئا، يفعل اي شيء فيراه الجميع، لكن لو جلس بينهم هكذا فاللي ورا بعيد قد لا يسمع وقد لا يرى. أحيانا نضرب أمثالا صلى الله عليه وسلم ويشير بيديه وأصابعه، فالبعيد لا يسمع ولا يرى. نعم، أيوة ممكن، طبعا هو الآن يعني الجلوس على الكرسي ده زي المنبر، الآن يعني الجلوس على المكان العالي، أي مكان عالي، مصطبة، كرسي، أي شيء يسد مسد المنبر. يعني زمان ما كانش فيه الدكة ولا ايه الكرسي كما هو الآن يعني، لكن إذا وجد يسد عن الايه، عن المنبر. نسأل الله تعالى لنا ولكم أن ينفعنا بما علمنا، أن ينفع علمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.